من جديد أهلا بكم في شير. البعض يقطع آلاف الكيلومترات لزيارتها والاستمتاع بمنظرها الخلاب، حيث يعتبرها البعض واجهة سياحية تتمثل في جريان المياه من جوف الجبال. إنها مشاهدين عين عقبة حبو، حيث تجري المياه العذبة من جوف الجبال دون توقف منذ سنين. المشهد بالفعل جميل جدا، وقد يكون أيضا الكثير منا لم يشهده من قبل، وذلك دائما ما يحرص المغردون في السعودية على تصويره ونشر مقاطع لهذا المكان والذي تتجلى فيه الكثير من عظمة الخالق. دعونا نتابع هذا المقطع وبالتأكيد نعود إليكم. اليوم في عقبة حبو 12-10-1444 عقبة حبو تقع في شعفلوين من غرب مدينة أبها، لكن الشيء الجميل إن أمام عين لها عشرات السنين. أنا قابلت كبير سن الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية، سألته قال والله يا ولدي أنا عمري إلى ما يقارب 90 إني أذكرها من يوم مني صغير إن هذا العين موجودة، لكن دفاع الخيط زبط لها الحديد هذا لأنابيب دي وموية عذبة يعبون منها. عبد العزيز كيف؟ والله ما شاء الله تبارك الله، مو يعذبه. انا دائما اذا جيت هنا لازم الله يعبي هذه واعبي اكثر من علبه عندي ومجرات بعد. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا مياه عذبه تطلع من الجبل، ترى لا في خزانات ولا في شيء، هذه بس من السيول ومستمر على مدار السنه لا تنقص. ما شاء الله يا حي افتح المويه بالله كامل الله يسعدك. شوف اقسم بالله تقولون انها ثلاجه، من ثلاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذه أرض المملكة العربية السعودية وجمالها. ما شاء الله مويه سبيل، نسأل الله أن الله يجزاه خير. صلح فلاتر. فعلا مشاهدينا رائع هذا المقطع، لا يوجد أجمل من الماء العذب البارد في عز الصيف وهو يجري بين تلك الصخور.